تواصل بطولة بريف سي اف جوهرة الرياضة البحرينية تسجيل الأرقام القياسية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الرابعة والثمانين ونظمت هذه البطولة منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع منظمة واي اف يو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة بعدما سجلت الصين حضورها المميز باعتبارها الدولة رقم 33 على مستوى العالم و13 على مستوى قارة آسيا التي تحتضن هذه البطولة قد شهدت هذه النسخة مواجهة بين مقاتلي منظمة بريف ومقاتلي المنظمة الصينية حيث حقق مقاتلو بريف سي أف فوزا بنتيجة بنتيجة خمسة مقابل واحد